عندي واحد الرسالة أبغى نوجهها للسيد وزير العدل بخصوص المباراة اللي تم التوقيت ديالها من طرف رئيس الحكومة. المباراة ديال التوظيف كانت في بلدية الروش، المهم كانت ديك الأيامات كيف ما كيعرفوا كاع الناس الروش الناس على النتائج ديال النجاح ديال الناس اللي نجحوا، كانوا لا ليست طرب ديالنا اللي ناجحين قبل ما ندوزو حنا الكونكور، داولوا الاسماء في القهاوي وهذا. نظرنا مظاهرات عادي، اعلن رئيس الحكومه عن التوقيت ديال المباراه على يد معالي وزير الداخليه. دابا المشكل اللي واقع عندنا حنا الدراري المتضررين هنا في البروج هو المحاسبة، وهذا الملف هذا بغينا نعرفو، هذا الملف ديال الخروقات ديال المباراة اللي دارت بلدية بروج، بغينا نعرفو هذا الملف فين وصل. دابا الناس صح ها هي ثبتت الخروقات، ها هي ثابتة في المباراة وتعلن التوقيف ديالها من رئاسة الحكومة. اللي بغينا نعرفو دابا واش كاين شي تحقيق باقي جاري بخصوص هذه القضية، ولا ان الملف تطوى وتنسى، ولا خاصنا نجري وحنا ما عندنا جهد نجري. وهذا كاينين الناس معايا، انا واحد الزميل معايا هو متضرر مجاز فيزيك شيمي وكيخدم في النسافة. بغينا دابا غير نعرفو معالي وزير العدل واش القانون طبق في هذا الاطار، وهذا كوننا احنا في دولة ديمقراطية بغينا نعرفوا واش طبق القانون ديال المسطرة ولا استوى هذا الملف هذا، لاننا كيف بلد ديمقراطية راه كان داير ضج هذيك المباراة وديك الخروقات وكتبوا عليها جرائد وطنية وهذا. الناس المهم فرحت بهذاك القرار ديال التوقيف، ولكن من وراء التوقيف واش كاينه شي محاسبه ولا لا؟ واش غديروا شي تحقيق ولا لا؟ ولا الملف تطوى؟ ولا حيت دابا راه مده راه تقريبا من لو موا دي سومبر، من شهر 12 دابا راه المده طويله باش اسمه. واش حنا كنطالبوا معالي وزير العدل باش تفتح تحقيق محاسبه؟ حنا راه ماشي ناس دراوش، حنا مجوجين عندنا وليدات، الظروف ديالنا شويه مقصحه، ما عندناش داك الوقت داك الجري الجهد داك الجري والمراسلات وهذا. حنا كنتمنوا معالي الوزير انك توفر لنا هاد الاتعاب ديالنا وتفتح تحقيق في هاد القضيه هذه ديال المباراه ديال البروج اللي المهم شرط لها من قبل توقفت من طرف رئاسه الحكومه. بغينا التحقيق يتفتح، وفروا علينا، راه حنا ناس دراوش على قد الحال. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا.